تحية وسلام، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم مصون إليكم واحتراما. السادة الأفاتارات، أسعد الله أوقاتكم في كل خير، بكل خير، وأسعد الله أوقاتكم جميعا. تحايا لكل الشباب داخل وخارج السودان، الناس البرة والناس الجوة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وسعيد أيما سعادة وأنا ألتقي بكم عبر البث المباشر. وأجدد أو أكرر اعتذاري في موضوع الحساب. يمكن أنت يا جماعة متعودين الحساب ده حق مصعب. يمكن يا عبد الحافظ أهلا بك، أو مدسي ربه مصطفى مرحبا بكم، منورين كويس. يمكن الحساب ده متعودين على مصعب الضيب بشارة اللي هو صاحب الحساب، لكن بس للأسف الشديد إنه الحساب اتقفل كويس، أو الصفحة هناك اتحذرت من اللايفات، الصفحة الرياضية، بسبب الهجوم المبالغ فيها. بيقول ليلة بالمان يونايتد والله جلوري جلوري مان يونايتد. عبد الرحمن بيقول زيد الصوت. هل الصوت عندكم واضح؟ مرحب ابو روعه، مرحب ابو منى، مرحب ابو نوره، ما شاء الله كلكم مكنيين باسماء البنت الكبرى، مش كده؟ لكم التحيه والتقدير. الشباب الاكارم، صراحه لكم التحيه. عبد القادر ادم بيقول مستنيك من الساعه 7. يا اخي الله يحييك شديد يا صديقي، يحييك شديد واحيي كل الشباب. المرحله اللي ماشيه فيها البلد دي، والصراعات اللي داخله فيها الدوله الان، والانشقاقات اللي حاصله، والشائعات اللي ايضا لافه في الفيسبوك كويس. يعني نحن صحينا من صباح الرحمن على وقع شائعة أزعجت كثير من الناس، على كل زول قلبه على الوطن، حريص على الوحدة، حريص على الاستقرار، على الدولة، بيكون ينزعج منها، ألا وهي الشائعة بتاعت انهيار المفاوضات. وحقيقة هو أخطأ الكوميرد مناوي في حتة التراجع، هو ما قال انهارت حتى، هو قال تراجع على مستوى المسار بتاع دارفور فيما يختص بالمفاوضات بتاع جوبا اللي فيها الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في جنوب السودان، مفاوضات جوبا. فيمكن الناس كلها تكلمت عن انهيار، خلاص المفاوضات انتهت، خلاص الموضوع، لا 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 أبدا، إن شاء الله بإذن الله المفاوضات شغالة. أنا تابعت مع قيادات الجبهة الثورية، تابعت معاهم بالاتصال بالتلفون، تابعت مع الأمين السياسي الأستاذ عبد الوهاب جميل، قدرنا نصل للأستاذ الهادي رئيس الجبهة، قدرنا يعني وصلنا بكافة الطرق إنه الكلام ده محض شائعة كويس، أو إنه فهم خطأ من كوميريد مناوي. بعد ذاك في أطراف استغلت المسألة دي بشكل خاطئ جدا. السلام قادم بإذن الله رب العالمين، والسلام إذا ما أتى السودان ده ما حينعم بأي نوع من أنواع الراحة ولا الطمأنينة. لذلك نحن دائما لما نذكر بالسلام أولا، السلام أولا، خلاص لازم يكون السلام هو في المرحلة الأولى. الحكومة الانتقالية لو بتتذكروا، المدنية الانتقالية وضعت، قالت في الوثيقة الدستورية 6 شهور الأولى لعملية السلام، لكن للأسف الشديد يمكن ما حتقدر الحكومة براها إنها تنفذ المسألة دي كويس. لذلك بتلقى إنه الوفد اللي هناك بتلقى فيه الشق العسكري والشق المدني من المجلس السيادي، بعد ذلك بتلقى تمثيل للوزراء زي مشية الأستاذ وزير العدل كويس، يعني بشكل مباشر أستاذ نصر الدين عبد الباري، له التحية ولكل أعضاء الحكومة الانتقالية المدنية. مرحبا أستاذ محمد الرشيد، شايفك ظهرت في البث المباشر، مرحبا بكم، تشرف بك جدا، وأنت علم على رأسه نار. يا جماعة يمكن البلد داخل على مشكلة. القضارف في الليلة الثلاثة رغيفات أو ب10 جنيه، أفاقت القضارف على وقع مسألة مزعجة، خلاص اللي هي 3 رغيفات ب10 جنيه كويس. تتذكروا يوم 19 ديسمبر وما أشبه الليلة بالبارحة، قبل سنة من الآن، تتذكر عبر كلها مرقت، وبورسودان مرقت، وقبل الدمازين مرقت. يا جماعة الناس دي مرقت ليش؟ الرغيفة بقت ب3 جنيه، تتذكروا الكلام ده؟ الناس دي مرقت الشارع، الآن بقت في القضاء. بالمناسبة في حتات في نيالة فيها نفس الشيء، بالمناسبة في حتات في الشمالية فيها نفس الشيء، على أبو حمد بالمناسبة. في الحكاية دي لأنه نحن دايما بقول خرطوميين، يعني خرطوميين مصطلح ده أنا دايما كنت أطلقه في الزول التفكير، وثلاثة كباري فقط، الخرطوم ومدرمان بحري.
ما بينظر الشمال فيه شنو، الشرق فيه شنو، الوسط فيه شنو، الغرب فيه شنو، وما عارف حاصل شنو خارج الخرطوم. بيفتكر السودان ده كله الخرطوم، بيفتكر اذا مرقوا مليون نفر في الخرطوم في مظاهره خلاص ديل بيمثلوا السودان كله، وما عارف انه العدد اللي جابه ده ممكن ولايه تجيب ضعفه باقل مجهود. فلذلك علينا نتذكر انه السودان كله الان يعيش في خط بتاع احتراق بالمناسبه، من ناحيه سياسيه، من ناحيه مجتمعيه، من ناحيه اقتصاديه. دي نقاط الناس ما قاعد يقولوها في التلفزيون، ودي نقاط النشطاء بتاع الحريه والتغيير ما قاعدين يوضحوها للناس، لانهم بيخافوا الردم، اصبحوا مبرمجين بس ماشيين بس تابعين بس، نزعوا عن انفسهم صفه القاده. خلاص القائد لا يخاف لا يخشى، خلاص تقول الحقيقه ايا كان ثمنها. ان شاء الله يهاجموك، ان شاء الله شفت يهاجموك 10 سنوات، اثبت بس على الراي كويس. اذا لقيت نفسك اخطات تراجع اعتذر كويس وامضي في طريق الصواب، لكن خايف الاحزاب تهاجمك دي ده ما عذر، ده ما عذر، انت شريك معاهم تبقى في المساله دي. يلا في الوقت ده تجمع المهنيين بيطلع بيان قبل شويه بيتكلم فيه عن انه نحن ما حنقبل حاجه اسمها تحديد المواكب، خلاص انه يتم ترتيب مسارات المواكب وتحديد الازمنه بتاعتها، عمليه بتاع ضبط معين، نفس السيناريو بتاع عبد الفتاح السيسي المولود في 1954 المشير رئيس مصر، نفس الشيء. يا هو بعد ما جاء على اكتاف الثوار مباشره طلع القرار اللي يمنع فيه تاني المظاهرات، وما طوالي بس منع كده، لا تنظيم ترتيب خلاص. طيب الناس الان حيقوم، انا اعتقد العساكر لعبتهم الجايه ما عارف حسب استغرائي السياسي البسيط، انا اعتقد انه بكره يوم 18 الفولة انا اتوقع الناس غد يصلوا تاني لحقول البترول وغد يحدثوا ضرر ربما كبير. خلاص اتوقع انه بكره ممكن يكون في اطلاق نار منهم هناك خلاص في على الفولة، اتوقع ممكن تحصل على نوعا ما من التفلت غدا والمواكب البعد من المؤتمر الوطني، يعني الزحف الاخضر يمرق يخرب لك انت، الزحف الاخضر يمرق ويجيب هوا للبقيه، خلاص يمرق ويجيب هوا لباقي الناس، لا 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 معليش، كويس. طيب لما تحصل فوضى زي دي صدقني المواطن نفسه بتكش تاني من حاجه اسمها مظاهره، اسمع الكلام ده كويس عشان ما تنصدم بعدين، خلاص عشان ما ننصدم، كويس. الشارع ده لو شاف الرصاص كتير وشاف الدم كتير وشاف الضغط بيقى عالي على المواطن وهو ما قادر يوفر حق الملاح، انا بتكلم على مستوى الاباء والامهات، انا بتكلم على مستوى الناس المستلمين المسؤوليه من اخوه من اخوات كبار في البيت، انا بتكلم على مستوى ديل، لما الضغط خلاص يكتر عليهم ممكن عادي جدا يقول لك يا اخي عليك الله انتظاركم يا اخي يا جماعه خلاص يا اخي عليك الله هدئوه، سنه كامله ثوره خلاص وصلنا لشنو؟ النغمه دي ما شغاله هسه هي في الشارع، وفي نغمه خسيسه قاعدين في كوال كيزان بتاعت يحليل زمن البشير وقلناها 3 مليون مره، لان كان بيجوا ناس الشركس وناس المغول، لو بيجي جنكيز خان وتيمور لنك خلاص وهولاكو التتري وجميع الطوائف بتاعت ناس بني عثمان المساعد والمناذرة والقساسنة والأكاسرة والقياصرة، لو بيجوا ديل كلهم من منبطش ونكل وطغى وتجبر، لو جبنا جبروت كليب بن ربيعة وائل خلاص برضو ما بنلمهم على البشير، لأنه مجرد ما خطيت البشير معاهم في الطغيان انت بتكون ارتكبت ذنب عظيم تستغفر منه سنة ونص خلاص، لأنه البشير ده عموما كده ما بلموه مع الناس عموما كده، انت لو داير تعمل اي مقارنة ما ممكن تخط البشير مع زي ناس يقول لك البشير وصدام حسين، صدام بطغيانه وبإجرامه وبشنو، البشير ما بيلحق خلاص، البشير مقداك على الاقل بطغيان واجرام، وكان عنده نوع من الكاريزما، كان عنده نوع من الاطلاع والثقافه والمعرفه وغيره والشخصيه والشجاعه، ما جبان زي عمر البشير ده الهوانه خلاص. فبالتالي عشان الناس ما يعني ما نتشبث باشياء، يتوقع انه بكره ممكن يخربوا لك البترول، يتوقع انه بكره تكون في مناطق ثانيه تقوم، يتوقع انتشار عصابات نيجرز، يتوقع خلاص يتوقع. يا جماعه ما شوف في حاجه اسمها الحياه الورديه يا جماعه، الحياه اللي بتكتشف بتتخيل انك عايش كده والورود حولك، هو يا جماعه هوي نحن دايرين الزول اللي يجي يخشنا، طبعا دي الامه العربيه والاسلاميه كده هي بالمناسبه كده، بقعدوا للامام اللي بيغشغشهم داك، شفت اللي بيضحك عليهم داك هم بيتكيفوا منه شديد خلاص، شفت الامام اللي بيجي من هناك وبيقعد يكضب لهم خلاص ويقول لهم هيا اجمعوا لاخوتكم في فلسطين ويبكي خلاص ويشيل القروش من هنا امشي ياكله هو خلاص، ويجي يقول لهم والله ان مزابلكم خلاص لمؤاخذة الكوش بتاعتكم في الشام أعظم عند الله من بريطانيا وفرنسا، ويا زول بلاش كده برجع القروش، يا زول رجع القروش بلاش نفاق معك
كويس اخو مسلم لابد يقول هذا الكلام. فبالتالي يعني ده الوضع. العالم العربي والاسلامي بيحب دائما يكون قاعد كده للزول اللي بيغشوا غالبيتنا. قلنا يا اخواننا ما تجيبوا عباس مدني وزير يا اخواننا، ده فيه نقض للثوره، ده فيه خيانه للشهداء، ده فيه بيع لدم الشهداء. الناس قالوا لا لا لا، شوف المواطن ذاته استسلم للجرثومه اللي اتفكت سريع اللي هي بتاعت لا لا يا زول. قال لك مدني عباس ده يا زول بيعرف للكيزان، ايوه جابوا لك الوزاره عشان يشيل الكيزان. يا زول ممتاز حياك الغمام. طيب قلنا فيصل محمد صالح، يا جماعه فيصل ده زول متعلم مثقف، زول كان حتى ادبياته ليها الدور في الثوره السودانيه. خلاص الليل ليله نحن بنتذكر طلقه زايد بندقيه تختفى اللقمه الهنيه من اصابع طفل جائع امه حزنانه وشقيه. يلا يا اولاد المدارس، معروف انه القصيده دي الفها اللي هو فيصل محمد صالح، معروف انه عنده دور الثوري وعنده حراك، لكن ما بيقدر لوزارة الإعلام، ما بيقدر يكون في الوجه كده بحكومة ثورة. ممكن يجي بحكومة منتخبة بعد ذاك بانتخابات، حينها بيكون في دستور بيغيد وما يقدر يعمل أي حاجة. لكن لما أنت تجيبه في حكومة حمايتي قاعد يعني ليه هناك زي ده، وبرهان بيجي بيعمل لك كده كويس، تخيل معي، والمؤتمر الوطني بيعمل له كده. أنت كده في رأيك الزول اللي حيفلح كيف؟ هو في النهاية كلمك قال لك أنا ما جيت عشان أشيل وزير، كويس كلمك قال لك انا ما جيت عشان اشيل كوز، خلاص والا بعد ضغط جماهيري حتى قدر يشيل لي واحد اثنين. هو ونبيله دي تعبانين شويه، تعبانين لا 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 ما اظن تجي منهم حاجه كده تفيد الثوره، الله اعلم. فشنو يلا قلنا يا اخواننا فيصل محمد صالح زول بيتبع للحزب الناصري اللي هم الشيوعيين. يا اخوان زول ما تجيبوا وزير، دي محاصصات، انتوا طردتوا الحركات وخنتوا العهد معايا حريه وتغيير، قلتوا انه الحركات المسلحه دي دايره محاصصات، جيتوا بالمحاصصه، جبتوا الوزراء. قلنا يا اخواننا الكلام ده غلط، لا لا يا زول هوي ده شق صف يا زول. في ناس مبرمجين بس محفظين لهم كلمه كلمتين، الواحد ما يفكر ثاني البته، خلاص يحطوا فيه شفره يقفلوه بطبله ويمشوا، خلاص هذا شق صف والكلام ده ما صح. طيب ان شاء الله هسه كده جنينا الثمار، شايفين هسه احنا جنينا الثمار كيف؟ الدولار ده 95 وماشي على 96، كويس؟ الدولار ما حينزل، هو الدولار زي ما بيقولوا ثابت، الجنيه اللي ما بيرتفع، الجنيه هو اللي ماشي هابط، الجنيه ده ماشي يهبط اكثر من كده، ولسه مواصلين الكيزان، قلنا تكون في رقابه اقتصاديه على مستوى الاسواق وعلى مستوى الاماكن بتاعت بيع الدولار، خلاص وتجار الدولار الكبار. مش اللي بيقول لك عملة جنب ده مسكين يا أخي، خلاص ده مسكين يوميته في اليوم يمكن تلقاه 500 جنيه 200 جنيه حاجة زي دي. لا أمشي شوف الناس اللي من بنك السودان المركزي، أمشي شوف الناس اللي من على مستوى السلطة، أمشي أقبض الديل. قالوا خلاص ننتظر الدولار ماشي، خلاص اسمع الكلام ده، وكل مرة بخدروا الناس، كل مرة بخدروا الناس، كل مرة بيتم تخدير الناس، وكل مرة أنتم ملاحظين إن إحنا في الشعب السوداني ده في كذبات كده بتمر علينا كل فترة. كويس يا جماعه، دول اللي داعين ده لا اله الا الله محمد رسول الله. لا يا اخي والله مساله مزعجه حقيقه يعني، الله يا اخي دي معلش يا اخواننا، لكن والله المساله دي ازعجتني والله. سلام يا اخي، خلاص يعني دي اليد كانت قاعده في امان الله تعالى، ما عارف الكسره شنو. فمساله مزعجه حقيقيه يعني، دي نقطه يعني حقيقه بتحتاج لانه ما عرفنا ذاته الحاصل فيه. اللهم بس فجاه في التشيكيت اتكسرت، ما معروف ذاته الاسباب وشنو. نقول كل ما قدر الرحمن مفعوله، الواحد يصبر ويحتسب وان شاء الله ربنا يخلف بالافضل، لكن حقيقه هي كانت نايم. فنحن عندنا يا سلام يا اخي، عندنا اكاذيب بتمر علينا كل فتره. مثلا في الرياضه، انا زول رياضي وكنت معلق رياضي وغيره، يعني مثلا الهلال اتغلب 3 مثلا، الجمهور ده غضب وزهج مثلا من الكاردينال، خلاص غضب منه غضب شديد والناس دي ردمته في الفيس، يجي يقولوا لك بكره الكاردينال يؤكد بانه قد اعلن الاستقاله. والله لا استقال ولا شاف استقالة، بس بغش بها البسطاء هنا كويس. بالمناسبة الكلام ده قاعد يتكرر شبه شهريا 5 مرات أظن. فجأة كده الهلال يمشي المدرب زي حمادة صدقي، لأنه لقى إدارة ما منضبطة، لقى رئيس نادي ما واعي، خلاص حمادة صدقي يمشي خلاص منك عشان يجي يبرد الكاردينال الجمهور الثائر ده، يقول لهم فتحنا شكوى. والله كورتنا كلها قايمة بالشكوى، وشكوى واحدة يوم كسبناها ليه؟ لانه ما في شكوى اصلا. ما في شكوى،
المريخ، الهلال، اطلع من البطولة العربية، البطولة الإفريقية، تسمع الهلال يتقدم بشكوى ضد الحكم. يا خلوا الكذب ده يا أخي، يا أخي صارحوا الجمهور وقولوا الحقيقة، والكتاب والصحفيين بنفس الاتجاه إلا قليلا مما رحم ربي. كويس، في كذبات بتتكرر طوالي على المشهد. يلا قامت، يعني لو رجعت انت لتاريخ السودان مثلا، لو رجعت لتاريخ السودان بتلقى انه نفس الصراعات الحزبية الشغالة الان دي هي نفسها الصراعات شنو اللي كانت في سابق العهود. نفس السودان ده في يوم من الايام شغال صراعات ومشاكل كأحزاب سياسية، مما حدا بالعساكر انه يلقوا ضوء ويلقوا مظلة وحاضنة سياسية ينطلقوا من خلالها ويجوا يعلنوا الانقلاب. دي كانت نقطة خطيرة جدا، دي كانت نقطة خطيرة. كل ما تصارع الأحزاب وتشاكلوا، هسي تجمع المهنيين طلع بيان، يا جماعة ده صراع واضح، ما تغشوا الناس تقول لهم لا ده رأي ورأي آخر، لا لا الحقيقة حقيقة يا أخوي. التجمع الآن كده مشقوق، والحرية والتغيير مشققين الآن كده. التجمع طلع في بيان قبل شوية كلنا شفناه، قال إنه يا أخي ما حيقبل حتى تنظيم المظاهرات، هذا إن صدق يعني، خلاص تنظيم المظاهرات. في الوقت اللي فيه طلع المجلس السيادي وطلعوا الناس الوزراء، رئيس المجلس السيادي برهان قال حننظم. من 200 برهان يا حكومة الحرية والتغيير توعين ترموا له كلمة في الواطة، من 200 ما هذه وزارة الاتصالات الشعبي ده كله قال لكم ما تفرطوا فيها، مشيتوا خليتوا يمشي تمشي وزارة الدفاع، الشعبي ده كله قال لكم عين وزير دفاع ووزير داخلية، لأنه عارف إنه بيجي وقت بعدين العساكر حيقول لك نو خلاص، قلتوا لا لا يتحملوا ما عارف مخيرين، تشيلوا شيلتكم، أقسم بالله على الحكومة المدنية الحالية شيلوا شيلتكم، أنتوا تورطتوا مع الشعب الآن، أنتوا احترقتوا سياسيا تماما، كويس احترقتوا سياسيا أسوأ من اي ناشط واسوء من اي زول، لانه تاني المجال السياسي قدامكم ذاته قفلتوه. كويس ذاته قفلتوه، فبالتالي والله ما عارف تتحملوا غاية عواقب افعالكم، تتحملوها، لانه الشعب السوداني ده قدر ما تكلم ابيته تسمعوا كلامه، مشيتوا دسيتوا في غرف الظلام، مشيتوا رتبتوا وزراءكم براكم وحكوماتكم براكم، وجندتوا وقتكم كله للنبذ الشباب المستقلين وللناشطين الما تابعين لاحزاب، واي زول قال فيكم غلط او حاجه غلط دارين تهاجموه تكوزنوه. الان يا حريه والتغيير حكومتكم دي والله العظيم تشيل شيلتها، كويس بس تشيل شيلتها خلاص، العساكر بيجاي والشعب بيجاي، كويس الشعب ما قبلان هنا وهنا ده هنا، والكلام ده المويه تكذب الغطاس، كويس المويه تكذب الغطاس، الكلام ده حتثبت لك التحديات الجايه. الان ملف السلام من اوائل التحديات اللي فشلت فيه حكومه الحريه والتغيير، الا ينجحوا لك العساكر عليك الله يا حريه والتغيير، كويس انتوا صوت النقد ده نحن لما بنقوله خلاص، قبل ما ننقد الحريه والتغيير نحن نقدنا حميتي، قبل ما ننقد الحريه والتغيير نقدنا البرهان، قبل ما ننقد الحريه والتغيير انتقدنا العساكر، كويس قبل ما ننقد ديل كلهم نقدنا البشير وطلعنا في عهده قدام كل الناس، يبقى ما في حاجه بتخوفنا من انه ننقد العساكر ولا ننقد المدينة. كويس لذلك الوضع الان في السودان، يبقى اذا كان بيطلع لك وزير الصناعه انا ما اعرفه علاقته شنو، بيمسك الورقه وسننظم، تنظم انت ذاتك اللي قال لك تمسك الورقه دي منه، خلاص سننظم المظاهرات وطبعا هذا الوضع وهذا البتاع، طيب ها ده ما رشحته انت مدني عباس، ده رشحه منه كده وريني اسمه منه ده مدني عباس ده رشحه لك جمعه دقله المتحدث باسم الدعم ده هو اللي رشح لك الزول، ما رشحته انت كحريه وتغيير كتجمع، يلا شيل شيلتك خلاص. الان ده الصدام الحزبي اللي احنا بنخشى منه اللي حيولد البوابه بتاعت عبور العساكر، كويس ده الصدام اللي بنخشى منه. لذلك الان لابد من جبهه شبابيه مستقله، جبهه شبابيه وطنيه مستقله، خلاص الاحزاب الان فشلوا في تسيير الحكومه، ما حتمضي 3 سنوات ده ونسى يا جماعه، اللي بيقول لك 3 سنة وبيتموا سنتين وشنو شنو دي ونسى، اسمع الكلام ده دي حقوق المخدر، بس بده الزول مخدر عشان يسكت ما يجط، اسمع الكلام ده كويس، خلاص كل خميس يمشي يفصلوا لهم غفير من المحليه يجي يقول لك قال خميس بل الكيزان، كذب ونفاق. وغندور ذاك يا هو قاعد هناك، وديل القيادات المطور الوطني قاعدين، وديل قيادات الحركه الاسلاميه قاعدين، وديلك يوم لون عبد الغفار الشريف بيفكروا يجيبوا لك مدير جهاز امني كمان، وتجي تقول لي اسبوع بل الكيزان، والله العظيم لقيتوها، خدعتوا الناس في الوقت الفات، لكن آن الاوان الان بتدفعوا الثمن، الان حتدفعوا ثمن كل رصاصه اصابت زول، زي ما بيدفعوها العساكر، انتوا حتدفعوها، خلاص ليه؟ لانه الوقت الشعبي كان بيحنسكم ما استمعتوا له، انتوا ما ركزتوا يا حريه والتغيير على معايش الناس، على اكل الناس، على شراب الناس، على علاج الناس، انتوا كحريه وتغيير ما ركزتوا على ده، انتوا ركزتوا في صراع
انا اجيب منو مدير جامعة الخرطوم، وانا اجيب خطيبتي وزيرة شباب، وداك يجيب بنت خالته عميدة كلية، وداك يجيب صاحبه وزير شنو. انتوا قضيتوها صراع طفولي جهلول خلاص، وابعدتوا المواطن السوداني. اتحدى زول يقول لي الان المواطن السوداني عموما عارف الحاصل شنو. اقسم بالله المواطن السوداني الان ما عارف الحاصل شنو، لانه مغيب عن قصد. عشان كده كان حصل العزل السياسي والمجتمعي ما بين قوى الحرية والتغيير وما بين الشارع من اللحظات بتاعت التغييب. حتى لجان المقاومة إلا اللهم البارزين فيهم شديد ونادرين شديد ديل أو واضحين شديد ديل، هم الممكن يكونوا عندهم المعلومة البلد حاصل فيها شنو. لكن أقسم بالله بقية الناس، وبتعرف الكلام ده من خلال منشورات الناس، بتعرف الكلام ده من خلال ونستهم في القهاوي في المكاتب في الشارع في المواصلات. أسمع المواطن بيقول شنو، أمشي أسمع المواطن الفارش كوم ليمون هناك خلاص، أمشي أسمع كلام المواطن اللي عنده أكبر محل أساسات، أمشي للمواطن بتاع الأرنيش، وأمشي للمواطن الطبيب، أسمع آراء الناس من كافة الطبقات المجتمعية على اختلاف أحوالهم المادية وقرائنهم المالية. ده كله كده يخلي انت لازم تلف تسمع المجتمع ده قاعد يقول في شنو، عشان ما تنخدع بعد شوية تلقى الشارع انقسم ضدك. كويس. الآن غياب المجلس التشريعي هو برهان بشريع القانون بتاع تنظيم المظاهرات. انت مالك يا برهان، مالك ومالا المظاهرات تمرق الليلة ولا تمرق بعد سنة، انت تدخلك فيها شنو؟ انت ضربت مع الشارع ده ضربت معه بمبان؟ انت الوقت ذاك البشير بيكرم فيك بالأوسمة والمياديل، وطالما كرمك البشير دي مسألة مزعجة بالمناسبة جدا. كويس. الوقت الشارع فيه بيفقد الشهيد الشهيد الفاتح النمير والشهيد دكتور بابكر وشهداء دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشهداء الشرق وتسعة في القضارف. وين الوقت داك انت يا برهان قاعد جم عمر البشير بتشرب معه شاي لبن؟ الوقت داك انت لا قلت كلمة حق لا صرفا لا عدلا، خلاص قاعد تعاين. يبقى انت من عشان تجي تكسو على صدورنا وتقول لنا انا داير اغير القرار، لكن ما انت لقيت لك مدنيين اي كلام، انت لقيت لك عباره عن ناس ما مكتملين الوعي السياسي متصارعين حزبيا، جو قالوا نحن وزراء ونحن شنو نحن شنو. معاك حق يا برهان، معاك حق شديد انك تعمل كده، لانك لقيت ناس ما همهم قضايا الوطن، لانك لقيت البلد معطله في اجهزه التشريعيه. يبقى كيف ما تسوي الحاجه دي؟ هو لو في قانون تنظيم مظاهرات بيطلع من البرهان ومن عسكري بس، ولا بيطلع من المجلس التشريعي؟ خلاص بيطلع من المجلس التشريعي. المجلس التشريعي اللي عليه سن القوانين، اي تشريع القوانين وتعطيل القوانين والغاء القوانين، ده المجلس التشريعي بتلعب. المجلس التشريعي والقوانين هناك السلطه القضائيه والسلطه التنفيذيه براهم. المجلس التشريعي عباره عن اداه رقابيه. كويس. المفترض يكون اول حاجة في المراجع العام هسع منه بتاع الدولة، المراجع العام ده الماسك اللعب كله بتاع الدولة الاقتصادي، وين المساعد بتاع المراجع؟ لكن وين قبيل الاحزاب قعدوا تونسوا معاه وجابوا لزول منهم؟ خلاص قبيل ما جابوا الناس المستغلين. مستغلين دي اللي تقالين انهم شنو، في زول عمره 50 سنة مستغل، في زول عمره 20 سنة مستغل، في زول 70 سنة مستغل. نحن لما نقول مستغل ما بنقص الشرائع خلاص محددة كده. كويس. مشوا قعدوا جابوا. المفترض لو في برلمان وفي عدالة ناجزة المجلس التشريعي يكون رقيب على أداء المراجع العام، لأن المراجع العام مربوط بسياسة الدولة الاقتصادية والأموال المجنبة وأوجه الصرف وغيره. ده أنت بتجيب ليه زول يكون من المجالس التشريعية بتاعت البلد. في صراع كبير حاصل في العالم حول الديمقراطية النيابية والديمقراطية الرئاسية. يقول لك نحن دايرين مثلا نظام زي أمريكا، النظام يكون رئاسي ما برلماني، لكن أمريكا دي رئاسي برلماني، والله نظام غريب، دستور غريب جدا. تعال امسك هنا الدول، في دولة تلقاها تشريعية مثلا، الكويت مثلا دولة عربية 17000 كيلومتر خلاص شمال غرب آسيا موجودة، امشي عائلة تلقى الكويت عبارة عن دولة برلمانية، الأردن دولة برلمانية. كويس. طيب نحن دايرين مجلس تشريعي خلاص مستقل مع الحركات المسلحة، مجلس تشريعي يستدعي الوزراء ويحرص نوابه على إرساء القيم الوطنية وتحقيق متطلبات الثورة، وهو اللي يحدد شكل الدستور التمشي به البلد، بالإضافة للجنة عليا للدستور تخرج من ضد هذا المجلس التشريعي. المفترض يكون في برلمان شبابي قوي، يكون في برلمان غير معطل خلاص، زي ما تقولوا متوفر الوسائل، يكون
عبارة عن برلمان رقيب على سير الحكومة، رقيب على سير الدولة، ماشية بأي شكل، ماضية بأي اتجاه، بتعبر بأي طريق. المفترض يكون في كده. استدعي الوزراء المقصرين. المفترض الليلة استدعي وزير التجارة، خلاص يقول لي تعال انت يا مدني، واستدعي امين عام اتحاد المخابز، تعالوا هنا انتوا تكسير الحاصل ده شنو؟ اوعى تقول لي لين 4 شهور ونحن جداد والدولة العميقة والكلام هنا ده، تعالوا هنا ورونا الحاصل شنو؟ كيف يعني الدقيق بيقعد يتباع كل لحظة؟ كيف يعني العيشة في القضار اتصل 3 جنيه؟ كيف العيشة تتخطى السعر المطلوب؟ وين الجرامات؟ كم الرقابة؟ وين يا اخواننا؟ غابت الرقابة، حتى الأجهزة اللي كانت بتنفذ، كانوا الأفران دي مراقبينها ناس الجهاز، وكانوا ناس الشرطة نوعا ما برضو قايمين بالدور ده. الآن ناس الشرطة كتير بيقول لك والله ما عندنا دخل، وناس الأمن بيقول لك ما عندنا دخل، بقت البلد ما فيها. قالوا يجيبوا لجان المقاومة في الأفران، ليه تجيب لجان المقاومة في الأفران؟ تعال جيب لهم أمجد فريد، ليه تستهتر بلجان المقاومة؟ تعال جيب أمجد فريد خطه في الأفران، تعال جيب محمد عصمت، مالهم عارفين شنو أفهم من الناس، جيبوا مرموم في المخابز هناك خلوهم يقعدوا يحرسوا الشغل ويشوفوا ماشي كيف، شنو أي حاجة كده سجمانة دارين تدوها لناس لجان المقاومة، أنتوا هو يا هوي كويس. بعدين الكلام اللي قاله محمد ضياء ده كلام غير مقبول، يعني خلاص لجان المقاومة دارين تشغلون تحكم كمسنجية وشنو في هوي ده استهزاء وده كلام فارغ وده لعب بعقول الناس، والحكومة دي قاعدة تأكل في نفسها براها وقاعدة تسقط في نفسها براها. خلاص مهما قالوا ليكم ومهما كذبوا ده ما الحاصل، ده ما الحاصل. الحاصل انه البلد ماشية في انهيار اقتصادي، الحاصل انه البلد ماشية بشكل سيء جدا. الآن لو داريننا نخدع ونغش نقول لكم لا والله البلد ما شاء الله كويس، البلد الله يجري جدا، والله البلد لو دارينا ننكذب، لكن والله دي الحقيقة، دي الحقيقة اللي ما قادرين يصدقوها أنصاف المثقفين من القحاتة وأربع المثقفين، خلاص دي ما قادرين يدركوا المعنى الحقيقي لثورة شعب تانية. عبد الله حمدوك، عبد الله حمدوك الآن بيعاني من نيران، لكن أنا في رأيي أنا أقدر دكتور عبد الله حمدوك كمواطن سوداني، أنا أقدر دكتور عبد الله حمدوك، أنا أشوف إنه رجل فاهم أشوف، لكن بشوف انه عبد الله حمدوك سقط نفسه بنفسه، حيسقط نفسه بنفسه، لانه ضعف وتراخص للاحزاب واضعف شخصيته ولخبط نفسه وبقى زول جايط مع الاحزاب، والكلام اللي قالوا للاحزاب بيعتبروا اكثر من منزل. خلاص يا جماعه ليش الناس جيتوا جداد؟ النظاره دي والله اتكسرت هسه على مستوى البس، والله والله مساله مزعجه خلاص، فبنعتذر اذا كان هنا. فانا حالف الليله ما اخليها، يعني كون انها هي اتكسرت دي والله العظيم يعني مساله مزعجه البته كويس، فمعليش يعني بنعتذر. ان شاء الله الصوت واضح يا جماعه عندكم كويس، ان شاء الله الصوت واضح عندكم كويس. فبالتالي ده الحاصل الان في السودان، دي البلد ماشيه على المستوى ده، ودي البلد ماشيه بالطريقه دي. ما في زول بيحاسب، ما في جهات رقابيه. لو لم توجد الجهات الرقابيه عشان تضبط سير الاعلام وعشان تضبط الوضع الاقتصادي والسياسي والسيادي في السودان، احنا حندخل في مشكله كبيره جدا، احنا حنواصل السقوط الاقتصادي والتردي السياسي. لذلك كنا بنطالب، عشان كده بقول لك يتوقع الكيزان. طبعا يا جماعه الوعي السياسي لما يكتمل عند زول ما بيستهزأ غالبا بكثير من الخصوم. هسه في ناس مستهترين بالكيزان، انتهوا طبعا اسالهم قول لهم بتعرفوا شنو عن كتائب الظل، اسالهم قول لهم بتعرفوا شنو عن الاسلاميين وعن نشاتهم وعن مكاتبهم وعن تحركاتهم، هل قريتوا كتاب بيت العنكبوت لفتح الضوء؟ هل اطلعتوا على التفاصيل المسربه بتاعتهم وغيره؟ و تلقى الزول ما بكون عارف الحاصل، مفتكرهم بس 15 20 70 نفر بيجتمعوا هناك في القاعه وبيمشوا، ما عارف انه تحت هناي ده شنو. فبالتالي انا اقول اني ارى شجرا يسير، انا بقول اني ارى شجرا يسير، اقول ما قالته اليمامه الزرقاء قبل اليوم، خلاص احسن ننتبه للجاي واحسن ننتبه للحاصل. لابد من قيام مجلس تشريعي، والسلام الان شبه بيزف لنا بشرياته، شايف البريد الليله ثاني ادانا نغمه كده شكله كده داير يجي كده ثاني، شكلها موجه كده، مش كده يا مدريدي؟ كويس موجة كده في فرنسا، ما اعرف وضعكم كيف. على اي حال البرد جاي تاني من جديد. طيب في البرد ده في الاف الناس مشردين، في البلد ده في ملايين الناس في معسكرات النزوح، في معسكرات اللجوء، في ملايين الناس تعبانين وضعهم سيء. يا ريت لو نتبنى المبادرات الانسانيه، يا ريت لو نشوف مواقفنا وادوارنا، ان شاء الله لو نلتزم ان شاء الله بوجبات بتاعت عشاء خاصه في الليل البرد الشديد ونوزعها على الفقراء. نرجع لموضوعنا، المجلس التشريعي الان
إذا لم يتم برؤية مستقلة تبعد كل البعد عن التنظيمات السياسية التي تفسد الجو. شوف أي حاجة سمحة ماشية الأحزاب بتدخل فيها بتفسدها. أي ما تقول لي حزب البعث ولا الشيوعي ولا المؤتمر السوداني ولا كلها واحد. ما تقول لي والله فلان ولا المؤتمر السوداني ده يمكن كان الوحيد اللي كان عنده الامل بانه يصعد يكون افضل الاحزاب لانه عنده بعض الحاجات في نظامه الاساسي وغيره ان شاء الله بنتطرق لها، دي كانت ممكن اقول انها جاذبه جدا وكانت حاجات ايجابيه، لكن للاسف الشديد غطس مع من غطسوا، يا ريت يمرق، رغم انه ابى يشارك في الحكومه كوزراء لكن بقالح كولايات، على اي حال كان يتم جميله ابتعد تماما عشان الناس اللي شاركوا ديل اتدقسوا الدقسه الكبيره، خلاص اتدقسوا في محاسبتهم مع الشعب السوداني ذاته، بيبقى لابد من قيام مجلس تشريعي الأحزاب تبتعد فيه البتة. شفت أفسدت الأحزاب علينا حياتنا، أفسدت الأحزاب علينا خططنا السياسية والاقتصادية. الأحزاب الآن إذا تحشرت في المجلس التشريعي بتخربوا البتة، ده البتة. وأي زول داري غالطني يمشي يشوف الهرجل اللي كانوا بسواه في البرلمان، أي زول داري غالط كلامي يرجع للبرلمانات السودانية. من كان شفت اسمها الجمعية التأسيسية، ومن جيمي ميري سماه مجلس الشعب، ومن حلاه بموجب المصالحة الوطنية في 1977. خلاص كلها أمشي راجع شوف حالة الهرجلة. خلاص يا أخي أنا أقول لكم كلام، قلت لكم وقت المحجوب بيقول إنه نحن كنا متجمعين في المجلس التشريعي أو الجمعية التأسيسية البرلمان، قالوا نحن أثناء ما جايطين قال كان في فصل عضو استقالة وشنو جايطين الجغطة دي، قال جا واحد دخل قال لنا هوي جمال عبد الناصر أعلن الحرب على مصر الآن، الكلام ده في يونيو شهر 6 في العام 1967 يعني، فقال لنا قال نمي الآن عبد الناصر أعلن الحرب، فما كان إلا من التشريع قال له ود المحجوب طبعا دي دكسة كبيرة جدا، أمشي أكد وقف الشعب السوداني طوالي معاه ما بيتسرعوا كده، خلاص دي دكسة برضه يعني كانت في التاريخ السياسي السوداني، فما كان إلا إنهم مشوا بشكل سريع. قال الشوارع امتلأت بالناس لما سمعوا صوت محمد أحمد المحجوب وهو بقول مع مصر وآلاف السودانيين، دائما السودانيين بيقدموا لكن للأسف الشديد يعني للأسف الشديد بيرتد عليهم عكس، خلاص فشنو عشان كده بنحتاج نغير سياساتنا الخارجية زاد بشكل كبير. فقال لي احنا مارقين على هناي، قال كل الناس بيجوا يفتشوا في المطار وجارين على المطار، قالوا هسه طيارات يمشوا مصر هسه يجيفوا خلاص. فشنو نحن عندنا ردود افعال غريبه احيانا في 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 في, في تصريحاتنا في افعالنا، حتى الوزراء حتى اعضاء مجلس السياده حتى منو لما تعايلهم خلاص بتلقى انه في تسرع في اشياء كثيره جدا جدا، في تسرع يعني حميدتي قبل ما يخلي انه الجو ينتهي نائب رئيس مجلس السياده قبل ما يخلي الجو ينتهي يعرف اللعب الحاصل شنو تماما بكامل التقارير والمعلومة، جا قال ده صلاح قوش قبل ما الموضوع ذاته يتم، خلاص قبل ما الموضوع يتم جا طوالي قال ده صلاح قوش خلاص. الأخطاء دي ارتكبت ذاتها في تاريخ السودان من الأحزاب السياسية ومن الحكومات العسكرية، ارتكبت أخطاء زي دي، التسرع في رد الفعل خلاص ده بيقوم بيعمل مشاكل تانية، ده بيعمل جوطة زيادة في البلد. لذلك أنا أقول المجلس التشريعي أراه رأي العين صائبا وناجحا إن كان مستقلا، إن كان مستقلا، أما إن كان محزب سياسيا فلا خير فيه ولا نرجو نفعا منه البتة خلاص، لأنه لو كان الأحزاب قادرة على انتشال البلد كانت في الخمسة شهور اللي هي هسع حاكمة فيها خلاص الآن البلد كان في كثير من الأشياء نجحت، كان في كثير من الحاجات تقدم، كان في كثير من الحلول وحتى وإن كانت حلول مرحلية، لا حصل تقدم على مستوى المواصلات، لا حصل مستوى بتاع تقدم على مستوى المعيشة العامة، لا حصل تقدم على مستوى المناخ السياسي والتعافي السياسي في البلد، ما زلنا نحن بننادي بالمصالحة الوطنية، ما زلنا بنقول المصالحة المصالحة، ما زلنا بنقول أيها الناس بنقول كلكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما زلنا بنقول الكلام ده كمواطنين، نازلنا بنشوف انه لو ما طبقت التجربه بتاعت جنوب افريقيا والتجربه بتاعت رواندا، خلاص لو ما تم تجربه هذه الاشياء في السودان هنا كويس، السودان ممكن يحال الى مستقبل اسوأ، خلاص الى مستقبل اسوأ، وان لنا الاوان ان نخرج من الـ من الـ الاحكام البائسه والاطلاقات السلبيه التي تقودنا الى مربعات ودوائر، اما اقصى اليمين واما اقصى اليسار، معروف الاسلاميين والكيزان من الله خلق الارض بيتشاكلوا مع الشيوعيين، معروف الشيوعيين والبعثيين والناصرين بيشاكلوا في الكيزان وفي الشنو في الشنو الوقت كله، ان احنا مالنا ومالهم كده 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 يقيفوا هنا، ان احنا مالنا ومال الاحزاب يا اخي، ان احنا مالنا ومال الاحزاب، برهان يقلع منهم زول ولا يسوي زول، ان احنا عندنا راي مع برهان ده مع المواطن،
لما نهبش المواطن. اما انت كزول مشيت بجيت جنبه الان خلاص كان شالك من منصبك، ما عندنا دخل نجيب معك، ما عندنا دخل خليه يشيلك خلاص، خليه يشيلك والله العظيم كويس لانه تستاهل خلاص. فيبقى الان الحكومه والوضع الحاصل في البلد بيستدعي تدخل المجلس التشريعي، يكون السلطه التشريعيه. السلطه التشريعيه ضروريه يا جماعه، الحياه النيابيه والمجالس البلديه التشريعيه والغاء قانون مجالس الولايات لابد من ذلك، لابد من ذلك. وكل الاجسام والكيانات الهلاميه الكيزانيه تمشي الى مزبله التاريخ، لكن اذا ما جاء المجلس التشريعي، اذا ما جاء الوضع في السودان، اذا ما مشت الحياه بجهه تقرر وتشرع وتعدل وتعطل كويس او تلغي، صدقوني احنا حندخل في مشاكل. انا بعد ممكن اقرا قصتي من التعليقات، معلش يمكن اتكلمت 35 دقيقه جريتكم. طيب نبدأ كويس. بركان الغضب بيقول لك التحية والضي قدام، الله يخليك يا بركان الغضب، وإن شاء الله من بركان الغضب تبقى بركان السلام كويس، وتبقى بركان المحبة كويس والأعطيات الإيجابية. ويا جماعة لما أنا واحد من الناس أسمع الغنية بتاعت ثورتنا ضد الكيزان من نافع لعلي عثمان، أنا ما أعرف الغنية دي فيها حاجة غريبة جدا جدا. الغنية دي لو أنت تسمعها في الثواني العشرة تقريبا الأولى، لو أنت عينا في الفيديو كده لما نقول ثورتنا ضد الكيزان من نافع بيجيب صورة نافع، لعلي عثمان بيجيب صورة علي عثمان، وبعد علي عثمان بيجيب صورة جوش كده ذات الصورة كده ذاته بشكل غريب خلاص، زول قاعد كده بجنبه بعين زي كأنه منتظر دوره ينادوه كويس. فشنو يلا الغنية دي ذاتها، الغنية دي لما نقول للأفضل حيكون الغد، أنا واحد من الناس اسمي بقشعير معاه خلاص، اتمنى وأتمنى بكرة أحلى وأتمنى بكرة أجمل، لكن يا إخواننا التفاؤل عنده حتة والواقع عنده حتى نكون واضحين جدا فيها. طيب بيقول ده سلاحنا، تسلم يا عبد القادر يا اخي، سلميه من كل الجهات ان شاء الله باذن الله، خلاص سلميه من كل الجهات، اي زول داري يجرنا للعنف والمواجهات كان شيوعي ولا كان بعثي ولا كان قومي ولا كان كوز، ما عندنا به دخل، مش يتصارعوا هناك، ما يقعدوا يدخلوا لنا لجان المقاومه في مشاكلهم مع الكيزان، ما يقعدوا يصفوا حساباتهم عبر الشباب المساكين ديل، دايرين يشاغلوا الاحزاب دي يمشوا يشاغلوا بس صادق المهدي والميرغني ذاته اللي عايش حاله بتاع غياب عقلي يمكن من 2013 لغايه الان خلاص تقريبا، يعني اللي هو حاله زي من الغيبوبه هو ذاته يصحوه. اسمع لو بتقدر قوم روح شاكل معانا، ما بتقدر استغل من الحزب ودي الحسن خلاص، هو الحسن ده اساسا هو بقول رئيس بشكل كبير جدا، كل امشوا الشاكل هناك، لكن ما تيجي تضحوا باولاد الناس، انا ده اكثر شيء بيزعجني اقسم بالله، وده اكثر شيء ما حاسكت عليه ابدا كويس. احمد الشيخ بيقول كلامك صح، تسلم استاذ احمد الشيخ الله يحفظك ويخليك. تسلم يا راغي كلامك جد جميل، تسلم اخو ياسين ليك التحايا. قال لي النظارة الكسر شنو، والله كان امر الله غدرا مغدورا يا ولدي، والله بتكلم على مستوى اللايف ده في بدايته كده كرتشيكيتي اتكسرت، الكسر شنو انا ما عارف، الكسر شنو انا ما عارف كويس. طيب لك التحيه يا الضي يا هدى ذاته هنا، والله والله مساله مزعجه اتكسرت هسه قبل شويه كويس، ولك التحيه يعني على اقل تقدير انك بتواسي فيني فيها، لانه والله المساله دي ازعجتني جدا. تسلم يا استاذ طلال التجاني الله يخليك. بيقول موقف حميتي بعد الفتره الانتقاليه حيكون شنو، ما في حاجه اسمها فتره انتقاليه، حطوا له اكثر من كده يا استاذ محمد حسن كويس، حيلعبوا بسلاح الفوضى والانفلات الامني وكلام كثير. حميتي جاي رئيس السودان، الكلام ده انا قلته شهر 6 وتهاجمت فيه، جاي رئيس السودان ومرجح ومرشح ناس الولايات هم اللي حيفوزوه طبعا، لانه الناس اللي بيقول لك لا ما بيقدر يجي واللي بيخشخشوا في نفسهم ديل اللي بيستلذوا بيرتاحوا لما يكذبوا على نفسهم ديل خلاص، بيفتكروا انه الخرطوم دي كلها السودان. للاسف حميتي لما عاين لقى ده ما مجتمعه ولقى المجتمع ده كله مجتمع حديث شديد، مشى للمجتمع البسيط اللي هو نشا منه، ودي كانت دكسه الاحزاب السياسيه، دي كانت دكسة الأحزاب السياسية، أدته المساحة الكافية، عبر، اشتغل، اتحرك، الآن يا هدى الرئاسة طامح فيها وطامح لرئاسة شفت أقول لك دول الترويكا ذاته، دول الترويكا كان قال ليه ذاته اللي لقى فيها فرق بقول لهم والله كويس بس ما تعملوا لي هيدك. طيب بيقول يا راكز منور تسلم كثير يا اخي، تسلم كثير كويس. قال لي يا اخي مجالس وزارات مكاتب السودان اصبحت عملته معدومه، والله حاجه مؤلمه يا صادق يا اخي، والله العظيم حاجه مؤلمه شديد كويس قدام يا راكز، تسلم يا عجبنا يا اخي. بيقول عاصم الله اكبر كويس. بيقول صلاح قوش وضعه شنو، والله صلاح قوش قاعد وبيتكلم
خلاص قاعد بس قاعد بيتكلم فهمت، تسوي كده وما تسوي كده، تسوي كده وما تسوي كده، فهمت؟ قاعد مطمئن كمان. اسمع الكلام ده على اي حال. قال لك التحيه يا مناضل، انت افضل شخص تقدم نصائح. العفو والله يا جميل يا عكرمه، دي 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 دي, دي كلمه حق يجب ان تقال. المشكله انه الحريه والتغيير قدمت مصلحتهم الخاصه على مصلحه البلد، دي المشكله يا سليمان. كنا الوقت داك بنتكلم ليه. لك التحيه، ما خليت شارده ولا وارده. العفو يا يحيى يا اخي، ده صالحه وامورك. مرحبا بك فتح، يقول مساء الخير، مساء النور. تعليقات يمكن كثيرة، كويس يا جماعة. لو الصوت واضح قدامكم الآن، يا ريت يعني يا ريت الناس تكون خلاص، يا ريت الناس تكون واضحة كويس. أما بالنسبة للناس اللي بيسألوني من ناظم سراج، يمكن هو رجل له مواقفه الوطنية الجميلة، هو طبعا رجل حزبي شيوعي، طبعا من الناس الشيوعيين اللي ما ظهروهم كمحزبين. طبعا حيجوك هسه 5000 نفر، الزول ده ما محزب، ما بكون عارف ذاته زي الناس، يعني ما بكون عارف انه ده من النوع اللي بيخطوه في المنظمات، ما يتحرك ابدا، ما يتعرف انه شيوعي. هو شيوعي، هو ذاته كان حلفته، قلت له قول مشيعي ما بيحلف لي، فما تجي تدافع علي في النقطه دي، سايعلك الله خلاص. فشنو بيدي حاجه بنعرفها نحن بشكل هنا. المهم هو حزب شيوعي، والاحزاب ما بتعيب، لكن لما ما تقوم بدوره، لكن هو كشخص كافكار زول ممتاز جدا له، والتحيه والتقدير. ونتمنى البلد يعني تتطور، ونتمنى البلد نشوف فيها كفاءات زيه كويس. طيب قال النيجروز خلف ما حصل النظارة بتاعتك دي، وده مخطط يا بتر. وأقول يا سماني كويس. قال طيب رأيك شنو يا بتر، أنا أشوف زول مستغل نرشحه للرئاسة. والله ما يوسع عندك مستغل، موسع إنك تداري رئيسة. ها هسه هو كان سألته بقول لك أنا ما تابع لحزب، هسه كان سألته بقول لك أنا بحركة إسلامية. ونعم هو ما كوز، هو ما كوز، بالمناسبة كلمة كوز دي تنظيم يا جماعة. زول خش المؤتمر الوطني، خش الحركة الإسلامية، هو بيقول لك أنا اشتغلت تحت لواءهم، خلاص قدرت نميت نفسي عشان أجي أشيلهم. الله يحييك، دقيقة دقيقة، أنت مش ذاتك قاعد تقول، هو ذاته بيقول. فهمت؟ عشان كده كنا بنقول حكومة مدنية كاملة، مدنية كاملة، على أية حال. تسلم محمود، محمود الرحمة يا ناير، تسلم كثير لك التحية والتقدير. هل يمكن دمج الدعم السريع مع الجيش؟ لا والله يا علي، مش داير الحقيقة. لا عمرهم ما حيندمجوا، دي واجهه سايب يقولوها، دي واجهه بقول لك نحن كدعم سريع خلف الجيش. هم خلف الجيش، هم الان قاعدين يقلعوا في الجيش في القيادات، الهيئات، المؤسسات، استيلاء وسيطره، وبرهان ما يقدر يفتح خشمه البته خلاص، عشان ما يجي يقولوا قال الجيش يجب ان يدمج. ما حيدمج، فرطوا فيها القحاته، فرطوا فيها القحاته قبل الوثيقه الدستوريه، وقت كنا بنقول ده غلط المواطن نايم ويهاجم. اها الان هو قاعدين ندفع في ثمنها يا جماعه، الان قاعدين ندفع في ثمنها. الجيش ما حين الدعم عمره ما. بل هو الجيش اللي ممكن يندمج في الدعم. طيب بالضبط يا احمد. بيقول انت معصب يا احمد. ليه يا احمد يا خلافه؟ جمعه مبارك اخي احمد، الله يبارك فيك صديقي الكريم، لك التقدير. شباب والله التعليقات كثيره جدا يا جماعه، لو في زول كتب تعليق وانا ما قريته خلاص يا ريت يعيده ثاني في التعليقات كويس. ممكن يعني خلاص يا ريت لو الصوت واصل لديكم لايك شير، لو الصوت لديكم الآن لايك شير أسفل الفيديو خلاص، ولا ينسى الفيديو ديك هناك في الصفحة بنقولها. طيب بيقول يا بطل احكي لنا عن موضوع وجدي اتجاه الدعم السريع. والله يا عبد المحمود، وحيجي وقت من الأوقات حتطلع عليك، مع انه هي يعني حبوبتنا أو جدتنا في البرلمان الله يطول عمرها عائشة، يعني هي قبل اليوم قالت لك الدعم ديل زي أولادي، وجات نفت التصريح والناس سكتوا بالموضوع، وجو مسكوا في دي السيسمان المساكين اللي قال دعم 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 وبيقصد به غافله صحيه، نسوها كله كله، لانه الحواضن الحزبيه الالكترونيه خاتينهم في جروبات الماسنجر، اشغلوا الناس اشغلوا الناس، خليهم يركزوا مع دي السيسي، يركزوا مع فلان، ما يركزوا مع عائشه وكده. فهمت؟ كهي زول شيوعي قديم يعني. فشنو؟ للاسف يعني حقيقه حيطلع عليك المجلس كله، وهي التقارير فعلا جايه حدين ليك الامني، وحتخلي الدعم. يجب انه الادانه تكون جماعيه يا جماعه، لو من ناحيه عداله، القوى شاركت في فض الاعتصام، شرطه امني جيش كلها تدان دعم، تدان كل الاربع اتجاهات بتاعت القوى، جيش ودعم وشرطه وامن، المفترض يدانوا كلهم بالخطا. بعد ذاك بتحصل تفاصيل منو القتل ومنو ما قتل،
لكن ما ممكن تحمل فضل الاعتصام كله للدعم السريع، ما ممكن تحمله كله لجهاز الأمن، ما ممكن تحمله كله للشرطة، ما ممكن كله تحمله للجيش. لا، الأربعة مشاركين في المسألة دي، الأربعة يحاكموا، خلاص يقدموا إلى محاكمات عدل القيادات بتاعتهم. الله يحييك عبد الرازق، كويس، الله يحييك. طيب البلد ماشي على وين يا استاذ احمد؟ يا الله يا معتصم، قبل شويه انا كنت بقول في النقطه دي، قاعد اقول انه المواطن السوداني مجهل، ما قاعدين يدوا الحقيقه الحاصله في الدوله. بيجي وزير بيقول لك كلام رخيص وبيمشي خلاص، بس يخش المواطن ده ما عنده قيمه عنده طالما وصل للسلطه. لذلك المواطن الان ما عارف الحاصل شنو في البلد. البلد ماشي على انهيار لو ما حصلت فيها مصالحه، لو حصلت مصالحه وتعافي سياسي وعمليه بتاع التوسع في المشاركه السياسيه وابعاد الايديولوجيا السياسيه القاتمه الان في المشهد دي وتغيير أدوات العمل السياسي للسلم المطلق، صدقني حندخل في أزمة كبيرة جدا، حندخل في أزمة كبيرة جدا جدا، الله يستر. والآن في حديث بيتكلم عن إنه هيئة العمليات 30,000 الآن بيفكروا بشكل جدي بعد ما اجتمعوا بأبو بكر دنبلاب وزعلوا من إنه تشال برا بإنهم يمشوا ينضموا لحركة العدل والمساواة. قالوا ولدها خليل إبراهيم ده زولنا في يوم من الأيام، ده كان حركة إسلامية، ده كلامهم هم خلاص. ففي كلام إذا ديل مش انضموا لك للحركات أو لو ضربوا لك الرصاص في الولايات، والله يا جماعة عشان كده يا أخوانا أنا قاعد أقول للناس اللي بيقولوا مدنيوس، ديل اكتر ناس مساكين وما عارفين حاجه، ما جايبين خبر، يعني ما عارفين ذات المطره كابه وين، ولا عارفين ذات الحل النقضانه وين. كويس. طيب طيب العمل شنو في الدعم السريع؟ والله يا وصي العمل في الدعم السريع الناس اللي يقعدوا يعينوا، يتدخل في خصائص في كده في كده، الشعب يسوري يرفض الكلام ده، الجيش يتدخل الناس ترفض تدخل الجيش خلاص وبشكل مباشر. طيب الكلام يمكن كثير جدا، شرط السلام ده مجدعني في الجيش. يا شهاب يا شهاب، خذ هذه الكلمة، خذ هذه العبارة مني وتذكرها جيدا. الحركات المسلحة على اتفاق مع الدعم السريع، اسمع الكلام ده كويس، واشتغل الحزب الشيوعي على انه يشق السلام بانه يجر منهم عبد الواحد، وعبد الواحد أذكى من انه يتجرى بملعوب زي ده خلاص. ولعلمك حاولوا يجروا الحلو خلاص من الجبهة الثورية ومن ديل. الحركات المسلحة ده كلام إعلامي بتقول حل الدعم أو دمج الدعم السريع في الجيش، ها ولا حيسأله سؤال، الكلام ده كويس. وهسه هم ذاتهم في جزء منهم طالب بأنه تمدد الفترة الانتقالية، وبالمناسبة مجرد ما تم السلام حيتم تمديد وتوسيع المجلس السيادي، لأنه أقلناه في 3-4 من الجبهة الثورية والحركات الكفاح المسلح كلها حتكون داخل المجلس. وده كلام يا جماعة، وده من حقهم، ده من حقهم، الخلى الأحزاب عندها حق وديل ما عندهم حق شنو خلاص. طيب هل سيشهد السودان فوضى إذا ما حكم بالوعي والعقل؟ الآن السودان ما محكوم بالوعي وبالحق، الآن السودان محكوم بالعاطفة وردود الأفعال، ومحكوم السودان الآن بشكل من الحزبية الصارخة. أين المجلس التشريعي؟ ياهو تكلمنا عنه قبل شوية يا هارون. عليك دينك النظارة شيلة برا، معقول النظارة دي مزعجة للدرق؟ والله يا جماعة دي مشكلة خلاص. طيب ربنا يولي بقول اللهم أمين، البلد دي ماشي عليه. شايفين الأسئلة يا جماعة؟ كويس شايفين الأسئلة. بيقول برهان ذاته شغال تحت إمرة حميتي، ولا دايرة كلام، ولا دايرة كلام، ولا حرسوا الخاتي ولا خاتي له منه. على أي حال قانون المظاهرات الجديد حنكو شنو؟ قانون المظاهرات جاي، لكن تجمع المهنيين قال لا ما داير الكلام ده. يبقى كيف يا تجمع؟ انتوا ناسكم جوا في الحكومه هناك بيقولوا دايرين، انتوا بتقولوا ما دايرين؟ يبقى انتوا بتخشوا في الشعب السوداني يعني، ولا بتضحكوا عليه، ولا الحكايه شنو يعني؟ تعملوا جزء في المعارضه وجزء في الحكايه شنو؟ دايرين نفهم خلاص، دايرين نفهم. هل انتوا انقسمتوا؟ كان انقسمتوا اطلعوا قولوا انقسمنا خلاص. حمدوك ده قدر ما دعيناه يا حمدوك، الاحزاب دي وبالاخص الشيوعي خانقك من هنا، مضايقينك، ما مخلينك تفكر اي مشروع اقتصادي او رؤيه سياسيه، بيدمروها لك حساده عشان تضع رؤاهم هم. يا جماعه دي مشكله الزول المحزب، مهما حاول بيكون انسان ضيق، مهما حاول في الغالب يعني بيكون ضيق، لانه الانتماء والفكر بتاعه معلب في اتجاه كده، بيلف وبدور كده يعني، ما بكون مطلق التفكير زينا. هسه احنا الحمد لله نقدر نفكر، نهاجم، ندق داق، نقول ده كويس يا حقيقه والله، لاننا مستغلين ما تابعين لعزم، ما في زول يقدر يقول لنا اتكلمتوا في كده ولا ما كده، لكن المنظمين سياسيا دي نقبانين في النار دي خلاص من الحاجه دي، عشان كده ما 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 بجيبوا حاجه كده فيها فايده كده تذكر. طيب
قال المطره كابه وين دي قويه منك فعلا، ديل ماسكين كلمه مدنيه. والله دي مشكله يا اخي، خلاص دي مشكله كبيره جدا. كويس. قالوا دولتكم منهاره، بتتصارع على شنو؟ دي مشكله الاحزاب يا عبد الله، دائما دائما البلد بتكون منهاره خلاص، وبيجي بالشاكله بيناتهم. كويس. انا جيت الان، هل عمليه السلام مسار دارفور فشلت؟ لا يا محمد عبد الله ما فشلت. كويس، ما فشلت للاسف الشديد، ما فشلت الحمد لله رب العالمين. للاسف الشديد طلعت معلومه قبيل اتفهمت غلط من مناوي، كومريد مناوي نشرها في حسابه في تويتر، اخطا في الحاجه دي، بعد ذاك الناس شالوه. كويس. قالت يا جماعه دي صفحه مصعب ولا انا غلطان؟ لا دي مش صفحه مصعب البته، هي دي صفحته تماما خلاص. لكن انا معليش يعني استاذنكم ازعجتكم شويه، لانه صفحتي الرياضيه هناك، حتى الرياضيه لحقوها لي كمان، الرياضيه شغال فيها في امان الله اللايفات، كرتشيكيت قاموا عملوا لنا حظر اللايفات، فمعليش حنتنقل كده. لو قفلتوا صفحه مصعب كويس، لو قفلتوا صفحه مصعب كويس، بنمشي صفحة تانية خلاص. في كثير من الأصدقاء ناس مدريدي وحمد الرشيد ومنوديل ورونا إنه مواقفهم إيجابية، إنهم تعال تفضل على صفحتنا طوالي، وناس مدسرة بو مجموعة، أنت تابع لأي حزب؟ ولا حزب البتة خلاص، ولا حزب البتة. النظارة ما معوجة، النظارة اتكسرت، اتكسرت على مستوى اللايف، والله الذي لا إله إلا هو، انكسرت قبل شوية يعني اللايف لما ينتهي، لو عدته من البداية بتشوف كسرتها فجأة كرتشكيت كسرت شنو، أنا قادر أفهم ما الفرق بين. طيب بيقول أردم وأنت ملك، تسلم يا معتصم. تسلم. كويس. بيقول مساء الخير يا راكز، مرحب مساء النور يا محمد صالح. كويس. أيوه بالضبط بالضبط كده. بيقول ممثل تجمع المهنيين مدني، هو اللي قال قرار قانون المظاهرات. ايوه يلا يا ايهاب التجمع يمشي يشوف زول، اطلع في التلفزيون خلاص، اطلع في التلفزيون وقال كلام ده. فالناس اللي بتسالني يا جماعه بتقول لي دي صفحه مصعب، اي يا جماعه يا اخي دي صفحه مصعب، والله غايته زي تلبس قميص اخوك وتلف بيه في الحله، الناس يتعبوك تعب مبالغ فيه. طيب يا جماعه دي صفحه مصعب، لكن يا جماعه الصفحه هناك اتقفلت الرياضيه، عشان كده يا جماعه معليش هزعجكم شويه لغايه ما تنفتح الصفحه الرياضيه او نحيل. كويس. هو فعلا محمد الشريف بيذكرني بيقول لي كيلو السكر ب 50، فعلا فعلا كيلو السكر ب 50، الله يستر. والله يا علام لسه ما وصلتنا، علام حسين مرحبا بك يا رجل يا ثابت، خلاص لسه ما وصلت، لكن ما في مسار السلام ماشي كويس جدا جدا. كويس. مسار السلام ماشي بشكل ممتاز جدا، تحيه لك من قلابات الغربي. اهلا ادم محمد غربال، الله يحييك يا اخي تسلم، والتحيه لك وللقلابات ولكل مناطق السودان الكريم. كويس. بيقول بلدنا دي يا احمد وصلت الهاويه، الباقي لها شويه كده وتصل القاع. هي ما باقي لها شويه تصل القاع، هي باقي لها شويه وتعمل طن خلاص وصلت، او تشل بقت يعني حاجه واقعه كده لما تسمع عمل كش خلاص، يا هذه كده وصلت. كويس. عشان كده لكن ان شاء الله برضه في الفرصه للانغاز باذن الله، لانها تنقذ البلد. اي ويا قوس خلي في ريحتك، انا قصد لك الانغاز بتاعتك، لا لا انا اقصد لك انه ننقذ البلد. كويس. ما جاوبتني يا احمد الضي، هل حل شنو السنبك ولا ننتحر؟ والله كويس. لا لا ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. ما جاوب الزول ده اقول له شنو، لا اتحيرت معه، لكن بقول لك انه نتبنى نظريه سياسيه منهجيه موفقه خلاص مستقله، تحفظ الوحده الشبابيه، تحفظ الوطن وحدوده، والناس تتعايش، ويحاكم القاتل والسفاح والمجرم فيه، والبلد تعبر بسفينتها، ما سفينه الانغاز. يا اخي اقول لك حاجه، تعبر بطائرتها ذات السفينه، خليناها للبشير هناك خلاص، قال سفينه الانغاز سارت لا تبالي. يا خليك الله. كويس. هسه بينا غير قط ولا مشيت وين؟ طيب. ويبقى السؤال، كم العدد المطلوب وفاته في حوادث المرور حتى نرى قرارا يحجب الدماء ويوقف هذه المعركة؟ ومن المسؤول في الوقت الحالي؟ عمر عبد الرحمن خليفة. كلامك يمس أوتار القلب يا عمر، كلامك يمس أوتار القلب حقيقة. في استهزاء شديد جدا في قضايا السفر والطرق الما معبدة جيدا، بالإضافة للفوضى الحاصلة في الشارع خلاص. يلا دي كلها عبارة عن تقاعس مؤسسات عن دورها خلاص، كله عبارة عن تقاعس مؤسسات. لكن يلا الأحزاب لو كان اهتمت بالشوارع، بالأكل، بالشراب، بالصحة، بالتعليم، كان أفضل من الصراع والدواس والكذب لغاية ما أسي البلد يا أهلي. من البداية تنبأنا بما يحدث، لأنه الواحد فينا عارف المطر كابة وين، شايف الحاصل. الله يحييك يا معتصم يا أخي، الله يحييك يا أخي. تسلم. بيقول هيكلة الأمن بنقول عليها دخلت نملة وخرجت نملة. والله كلامك صح. المشكلة إنه
خلاص يعني يا 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 من يا يا مامون، المشكله في الامن، الاحزاب دايره تهيكله عشان تحشر ناسها، هي دي المشكله هنا، هي ما دايره تهيكله عشان الوطن ولا عشان البلد، عشان تحشر ناسها هي عشان تضمن انها تفوز على الحزب الفلاني. لا اله الا الله، لا اله يا جماعه الشغله تمشي كيف؟ كويس؟ الـ 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 الاحزاب دايره تسيطر على الشرطه وعلى الامن. انت لو جيت دايره ما قالوا الكفاءات المستغله اللي وعدوا بها الشعب من البدايه. خلاص؟ دي مشكله، دي مشكلة. كويس، الموضوع خشينا فيه قبيل يا الحاج أبو يزن المكي. يا أحمد لو حصل انقلاب عسكري، شوف ما في انقلاب بيجي فجأة نحن قاعدين نتونس خلاص ونضحك فجأة كده كرتشكت بتسمع في الأخبار خلاص تيريرين 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 بيان عسكري وقررت أنا محمد حمدان استلام السلطة وذلك لأنه مستحيل. ما قاعدين نتونس زي ده ونلعب بلاي ستيشن وبنضحك ونشرب لنا قهوه وحجام نتصبري، فجأة كده بتسمع البرهان وإلغاء ما تم عليه باتفاق بين الحرية والتغيير ونؤكد أننا انقلبنا كل بت. لا لا، ما في كلام زي ده، ما في انقلاب بيجي بالشكل ده، ما في انقلاب بيجي كده. الانقلاب بيجي في السودان كيف؟ بيجي بالفوضى. شفت المواصلات تبقى ما في، يقفلوا لك الشوارع، مشوار تمشيه في 5 دقائق تقعد فيه 23 دقيقة، مشوار بتمشيه في نص ساعة تقعد فيه 5 ساعات، شفت المواطن ده يتعصر كده يتعصر، دي فكرتهم، المواطن ده يتعصر لما ينقط زيت عديل، خلاص؟ الحرامية يتلبوا في البيوت، يدخلوا العمارات، يهاجموا الشقق، يسووا شنو؟ بعد ده كله الشرطة تعاين لهم كان في 50 بلاغ تمشي لواحد، والواحد ذاته يمشي لك مسلح ذاته عشان يغري الحرامي أكثر، خلاص؟ الاقتصاد الدولار ارتفع من 95 دي، الحبل الامني يبقى في شويه دم، يبقى في فوضى، يبقى المواطن ما هسه لما حصل الكلام ده يومتى يوم ضربتهم مع جهاز الامن الدعم والجيش مع جهاز الامن ناصيه العمليات، في مواطنين كتار بيجوا يقولوا يلا يا دعامه، يلا يا جياشه، يلا يا ما جاك محمد مصطفى عبد القادر، ما شفته محمد مصطفى عبد القادر، ما شفته قال لك شنو؟ مش قال الحلو قال له وقال ليه يعني انت داير تبقي الدوله علمانيه؟ ها؟ عشان عندك سلاح؟ قال له لو عشان عندك سلاح حميت جاي. وطبعا محمد مصطفى ده بيقول اي حاجه، ده انا عادي، ما هو ده قال شكرا عمر البشير، عادي انا عندي الامر، انه يقول اي شيء يعني شخص لا يقدم ولا بل يؤخر كمان بل يؤخر، خلاص فشنو؟ يلا كذلك ده الحال، لما تنفلت الاحوال ولما البلد تفقد السيطره والدول تمرق بيانات الوزاره الخارجيه تدعو رعاياها للانسحاب ما عارف ليك وهناك وزاره الخارجيه الالمانيه بعد شويه دول الترويكا تبدي قلقها كده فهمت والجامعه العربيه تقول لك ندين ونشجب ونستنكر. دي كان اكثر شيء بقوله عمرو موسى المولود في 1936 الامين العام لجامعه الدول العربيه ووزير الخارجيه اكثر زول كان بيقول ندين نشجب نستنكر النونات الثلاث زي اللاءات الثلاث بتاعت القمه بتاعت الخرطوم يوم 30 اغسطس 30/8 في 1967 اللاءات الثلاثه بتاعت ناس محمد احمد المحجوب هنا. الغريب الرؤساء الزعماء الثلاثه كان اسمائهم بتنتهي باللام، اسماعيل الازهري اسماعيل نهايته بتنتهي باللام، الملك فيصل نهايته بتنتهي باللام، كويس؟ بالإضافة لجمال عبد الناصر جمال بتنتهي باللام. فشنو؟ الفوضى بتكتر والصراعات الحزبية بتبلغ فوق وبتطلع ملفات للحرية والتغيير وللمجلس والوطن بتجوط والشعب بيفقد الثقة، كويس؟ والمجتمع الدولي بيضغط عليك والمخابرات العالمية، بعد دهين الشعب بيكون مهيئ لأي انقلاب عسكري. لكن المفتكر انه الانقلاب بس الناس قاعدين كده انقلاب كل بط انقلب الجيش برد لب، لا 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 دي ما بالشكل ده، ما بالشكل ده البتة. فبالتالي انا من هنا ادعو كل قيادة شباب الناس اللي كانوا خلاص او نشطاء الحرية والتغيير خلاص بيقول لي ارجو الاجابة على شنو يا مهند، كويس؟ على شنو الناس اللي بتكتب اسئلة ممكن تعيدها يا جماعة، كويس؟ قال الله يرضى عليك نصيحة ليودبوك وهنا يخلوا المناقرة، والله الكلام ده مؤسف. والله يا الفاضل مدريدي ده هو إنسان جميل جدا، إنسان ممكن طيب القلب شيء، تكلمنا معاه أنا تكلمت معاه ونصحته في حتة إنه يعني تتوقف المشاحنات وكده ووعد خير، وإن شاء الله تاني بإذن الله ما بتكون الحاجة دي موجودة. وشكرا لك على التذكير أستاذ الفاضل، هو قبل شوية مدريدي كان هنا قاعد في اللايف، كويس؟ أيوة نعم، أيوة يا زين،
كويس. والله انا معاه مصيبه والله. انا زول مساكين، انا وريتك اللي بيحصل في البلد، انا وريتك اللي بيحصل في البلد يا نوره. انت لو مفتكره الثلاث سنوات دي بتكمل بتتم، ومفتكره انه الشارع حيبكي ويرسل الدموع ويشيل الحريه والتغيير يجيبهم في الفتره المنتخبه وكده، بتبقى بتغشي على نفسك بس خلاص. اذا كانوا امهات الشهداء وام الشهيد عبد السلام قشه بتطلع بتقول لك انا ما بتمثلني الحريه والتغيير، بتقول لك يا اخي انا ما مع الاحزاب والاحزاب سبب الخراب. دي امهات الشهداء بدوا يتفلتوا كده، وابهات الشهداء واخوان واخوات وحاجات كثيره قاعد تحصل. دي كلها عباره عن رسائل واضحه، دي كلها عباره عن فقدان للشارع. لجان المقاومه، امبارح وجدي صالح بيتكلم كل من داري يفرقنا عن لجان المقاومه، والله لجان المقاومه ما عندها 5%، خلي الكذب، ورب الكعبه ما عندها 5%، والله لجان المقاومه الليله تقول يمرق السودان، يمرق السودان كله. انت وجدي صالح تعال جرب اطلع في التلفزيون قول الشعب السوداني يمرق، امشي جرب كم مره، اقول لك 7 نفر، و7 نفر ذاتهم منهم 6 زملائك زمان سنه 71 كان في هنا خور طقط، فهمت؟ فما تكذب ساكت، اقسم بالله وتالله بالله لجان المقاومه الان هي العامل الشغل الاكبر. ولجان المقاومه دي البرلمان ما دايرين احزاب، مالك يا زول مواطنين من حقنا، مالك شعبي السوداني، ما دايرين احزاب، احزاب كبيره خربت لنا السياده، خربت الوزراء، ما قدمت حاجه، قضت لنا مشاكل زي الشفع الديني واديك وهاك دي بنيه وهاك دي ما منها فايده، خلاص دايرين بعد ده دوار المستغلين داخل هنا. خلونا نرجع للتعليق الرياضي يا اخي، نطمئن على انه ده المجلس التشريعي المستقل ونشوف حياتنا بعد ده يا اخي، لا حول ولا قوه الا بالله. طيب اين صلاح قوش؟ في مصر كويس حسب معلومتنا. طيب بيقول السلام عليك يا فتار، الله يسلمك استاذ ابو بكر، من تراه مناسبا في اداره البلاد في الفتره ما بعد الانتقاليه؟ يحيى كاروش لك التحيه. ما شخص ارى مناسب انه يكون في مشروع وطني، انه يكون في مشروع وطني خلاص يقبل التصالح مع الجميع، لا يسامح القاتل او المجرم، ولكن مشروع وطني يعبر بالسودان من المهاوي اللي قاعد فيها، مشروع وطني تحصل فيه توسع في المشاركه السياسيه والعملية بتاعت القومية، عملية الوطن، الناس كلها تقعد في طاولة واحدة كمائدة مستديرة وتعالج مشاكل السودان الإرثية والثقافية، تعالج مشاكل السودان السياسية والاقتصادية والمجتمعية. البلد ممكن تعبر مع وضع خطط واضحة المعالم لقدام، إنه السودان مطلوب منه شنو يحصل شنو. طيب بيقول مناوي في تغريده داقي جرس بينقض الاتفاق في دون لو عندك معلومه. تسلم يا استاذ محمد اسعد، انا تواصلت مع كل قيادات الجبهه الثوريه، الكلام ده ما صحيح، هو مناوي تسرع في التغريده، المسار ماشي كويس الحمد لله، وان شاء الله باذن الله السلام تامي والبشائر جايه والفرحه جايه في السلام ده تحديدا كويس. يا اخواننا والله انا شاكر لكم يا اخي شديد جدا جدا كويس، انا شاكر لكم الناس اللي فتحتوا اللايف كويس، وبذكركم قال لي منو ده واحد في تعليق الله يسمك ذاته مدثر، مدثر مالك ملخبط اسمك ده غلبت انا ذاته يا اخي، قال مدثر قال ماذا يدور في راس حميتي؟ الرئاسه. اللي بيدور في راس حميتي الان الرئاسه، لاقي له قيادات حريه وتغيير من مجال السياديه ووزاريه ضعفة ساكت ما بمثل اي حاجه، وهو قدر يشتغل يتحرك وين 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 مرتب في ناس وجاي الانتخاب، يدور في خلد الرئاسه كويس، واي زول بيفهم في العمليه السياسيه 1% بيعرف الزول ده فكر بالحاجه دي. طيب منور يا استاذ، تسلم استاذ مزمل مكاوي، مزمل هو انت مش من ناسنا بتاعنا الصفحه الرياضيه هناك، مش الاسم ده لاقاني تقريبا هناك كويس. بيقول موضوع طشت الليمبي، يا معاويه يا البلد في شنو يا اخي الليمبي ده؟ والله الليمبي ده يا سلام، بيقول لي جاوب ووضح لنا لو تفضلت. يا منو مهند ارجوك انسخ تعليقك ده كده، عيده في 20 تعليق، التعليقات دي ماشيه كده كك كك كك، يعني ممكن انا اقرا تعليق يمروا 5 خلاص، ممكن اقرا تعليق اطول فيه شويه يمروا 27 تعليق، فكده عيده لي كده وينو التعليق بي. يا اخي انت كمان والله مساله مزعجه خلاص. طيب اين البشير؟ والله البشير ده غايته كان يوم اللخمه ديك، لخمونا غايته ومرقوه من كوبر، والله لا بنعرف حمدوك تاني ولا بنعرف برهاء، والله هو يشوف اوعى دي ولا فيها هزار. بشير ده لا هاي البتة البتة امشي لا هاي، ولا فيها كلام ولا 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 دايرين فيها نقاش اساسا. طيب رايك شنو لقدام الجيش ذاته ينضم للدعم السريع؟ ابو شعير انا اعتقد انك فاهم الملعب السياسي بشكل كويس، فعلا الجيش هو الان اللي قاعد يكبوه في الدعم، مش الدعم اللي قاعد يكبوه في الجيش. طيب لا يا جماعه يا اخي الونسه معاكم ذات سمحه،
قال بلاغات الصفحه دي لازم تتهكر خلال الاسبوع ده وللابد. على اساس انك انت اللي اسست الفيسبوك يا محمد الحسن، على اساس انك هكره هكره يا عاجز يا ضعيف يا منهزم يا محطم، وقفها وقفها بالله، شوف الخائر الخطل الرعديد ده، هكره الصفحه يا قدامك هكره بالله، شوف الرجل الهوان ده، ده الله قدرك عليه عشان راسك فاضي ما عندك اي رؤيه، مش كده؟ عشان كده بتقول نقفل ونسوي، اصله زيك اللافي في الجروبات زيك ده، ده سبب النكسه وده سبب بقاء البشير ل 30 سنه على مستوى السلطه، وسبب مباشر في وصول حميتي للرئاسه، وسبب مباشر في قعاد القران الان، وسبب مباشر في انه الحريه والتغيير تستخدم كل الجبروت والطغيان بتاعها ده. بالله شوف الرجل ده، الامه في شنو؟ انت في شنو؟ انت لسه مين حنا كم شاك في صفحه داك وسووا داك؟ يا اخي تساقط سياسيا شديد، يا اخي البلد بتمر بمنعطفات وبتحديات دوليه واقليميه، انت لسه شغال فلان ده قال الحريه والتغيير لا تمثلنا امشوا هاجموه، انت البلد في شنو؟ اوعى ارتقي اتثقف يا اخي، انظر معانا لمشكله البلد، لا حول ولا قوه الا بالله، انا اريحك بحظر على مستوى الجبهه، يريحك على مستوى الاعصاب لكي تتهذب في صفحات الاخرين ثاني اللي قدام باذن الله رب العالمين، ثاني تكون مؤدب ومحترم مع الجميع. خلاص يجيك في صفحتك ويقول لك قال شنو؟ يقول لك زول الله يهديك الله يهديك. طيب فعلا والله الكلام كثير يا اخواننا، انا ما داير قال لو حصل انه القوات المسلحه تحل الدعم، ما بتحل الدعم، الدعم هو اللي بيحل القوات المسلحه والدعم هو المسيطر، انت عارف هو المسيطر على القوات المسلحه ومسيطر على المكاتب. خلاص لواء في الدعم السريع بيجي بيفتح مكتبه، لواء في الجيش بيجي بيفتح مكتبه الساعه 11 بالليل 1 صباحا 6 بيفتح المكتب بتاعه بيلقى جندي من الدعم سريع قاعد في الكرسي وخالف كرعينه في الترابيزه وفاتح اللابتوب كتشكت كتشكت كتشكت. ليوه بيكون ده عنده نسخه وده عنده نسخه، ده جندي عاين بينهم كم كتيبه ولواء. كويسه كم كتيبه وهناك مين يشوفه زي ده بيقول يا دفعي ما شاء الله يا دفعي خلاص كيف احوالك؟ اللي هو بيقعد في العطلان بيبكي، على اي حال على اي حال دي الحاجات الحاصله، ولو عندك قريبك ضابط جوا في القياده اساله ده الحاصل. طيب اعصابك يا راكز؟ لا والله شوف انا اعصابي بارده جدا كويس، ولو شفتني هيك ولا كده لا لا لا، انا اشوف المواضيع الوطنيه ومواضيع البلد دي تخرب ولا كده دي اللي بتقوم لي المصران دي النفسي بيكتم فيها طوالي، لكن المواضيع لكن زي ده هسي لانه بس شخصيه مزعجه شويه ما منها فايده البته، فندعو لانه يكون مستقلين بس ان شاء الله يا حسن باذن الله رب العالمين. بيقول هل تتفق معي برهان والطريفي ضعيفين جدا وحيودونا الاخره بشكل سريع؟ يا غصي اتفق معاك البته يا جماعه، انا من البدايه قلت لكم برهان ده سامحوني علي كلمه حقولها لكن دي الحقيقه يا جماعه، برهان ده سمسار، زول عنده وكاله، زول سايق كريز، يعني مدير مؤسسة شمال غرب الكدرو، لكن ما عنده هيبة الرئاسة كده وشخصيته كده، ما أسي البشير ما عنده هيبة، البشير ده سجلان ساجد بالمناسبة، خلاص نميري كان عنده الهيبة رغم إنه رجل قتل وسفح الدم في الشعب السوداني، خلاص لكن الوقت ده كان عنده حاضنة، عنده شوية الشخصية شوية، فبرهان عاين ليه وانت ما انت عاين ليه وش البرهان بتتذكر الحسرة والندامة والأسف والكآبة والحزن والإحباط وحالة التردي النفسي ودكتور علي بلدو، لأنه دكتور علي بلدو ده هو ذاته من إفرازات المشاكل السودانية بالمناسبة هو ذاته، خلاص أي حاجة داري على أي حال، فشنو يعني يعني لما انت عايل وش برهان كده بتشعر بندامه كده حقيقيه، يعني يعني لما تشوفه كده هو بتشعر بندامه من الداخل، يعني ندامه حقيقيه ما ندامه مستلبه ولا يعني ما يعني زول تعبان كده فهمت؟ ما زول الشخصيه ممكن نقدر نقول هو ممكن ياثر او يقدم، خلاص يعني ما الزول اللي ممكن يأثر او هنا، فبالتالي ده ما بيعفيه طبعا من اي جريمه ولا كده، فده الكلام الحاصل. طيب النظاره ثبتها خلاص، يا ريت تتكلم عن فتره اعتقالك من قبل الجهاز والعساكر والضباط الموجودين وكيف سلب لها. والله يا مخرج ان شاء الله دي نخصص لها امر جاي، انا اشكرك جدا كويس، اشكرك جدا على الكلام ده كويس. طيب يا شباب انا شاكر لكم،
كويس. شكرا لكم شبابا وشيبا ابا واما. والنظاره دي يا جماعه والله لا والله يا اخوان اقسم بالله والله الذي لا اله والله مساله يعني حقيقه. واحد اسمه ابو الليل قال لي والله كلامك صح يا احمد في وش برهان وش ما غيادي. لا لا دي مساله منتهيه البته فهمت. قلت لك القران ده لو جه ماشي كده بتشعر بيه سمسار. اي السمسار بحب كونه زول يشتغل بتشعر بيه زول سمسار. يعني اقول لك يا جماعه والله ما قادر انا ذاتي اقولها ما قادر اتذكر ذاته. المهم نصيبه كده حزينه وماشيه نصيبه كده تعيلها بتذكرك الحزن والاحباط والكآبه كده اول ما تعيلها بس ده 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 بس هنا يعني ما 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 أنا. فشنو عموما يا اخواننا انا بكره ان شاء الله بجيب نظاره جديده لو حيين من الموت. وانا والله لو لقيت زول يصلح لي النظاره لانه النظاره دي لها ايام جميله معي والله. وانا ما اعرف ده منو اللي اداها لي اي نايت وعلى اي حال لكن الان يا حتى يعني شوف اتكسرت. شوف انا الان بحاول اركب فيها ابت البته يا دي الان اتكسرت تماما يعني خلاص. دي 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 مشكله دي مشكله انا اعتقد انها قوميه بالنسبه لي الان يعني دي حقيقه دي مشكله كبيره جدا كويس. وعشان تتعالج دايره مننا وقفه حقيقيه دايره لجنه تتشكل. لا ما داير لجنه اذا اردت ان تقتل امرا في السودان فكوي له لجنه خلاص البته خلاص بيكون الموضوع انتهى. فوالله يا اخواننا حقيقه يعني كسره النظاره دي انا اعتقد انها هي عامل حقيقي للزعل عامل حقيقي لهنا. وبعد ده زول يذكرني برهان خلاص يعني يجي بعد ده زول بعد النظاره المكسوره دي بعد اتكسرت لي اثناء اللايف يعني وحقيقه المتني جدا يجي زول يتكلم لي عن برهان مساله ذاتها يعني ما ممكن النظاره دي تتكسر ويجي يذكرني برهان. ما يعني مساله قدر ما تحاول تقيسها بكل الاشكال وجامع الاطياف ما بتلقى لها فرصه البته خلاص. قالوا مدير المخابرات مدير المخابرات دي النقطه الاخيره نختم بها كويس. قالوا مدير ما عارف الكلام ده صح ولا كده لكن مدير المخابرات الدارين يجيبوه بيتشاوروا خلاص. قال سألوا ابو كلام ابو كلام ده عرفناه مش كده ايوه اي اي مدريدي بيقول له بدقنا نحمره كويس. الامام السيد الصادق المهدي المولود في 1935 يلا يا الصادق المهدي قال لهم وانا ارى ان تعينوا ابني عبد الرحمن مديرا للامن الوطني وذلك لما يتمتع به من قبول شعبي. شنو قبول شنو قبول يا وين قبول شعبي على مستوى الأسرة يعني بتاعتكم ولا وين؟ أنا ما قادر أفهم القبول الشعبي ده. بعدين دقيقة أنت تفرض الناس مالك يا 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 صادق غايت علي حال كده. خلونا إن شاء الله يا جماعة نتواصل كويس في الله في الأيام إن شاء الله بإذن الله. قال تصليح نظارتك علي يوجد جنبي محل واحد متخصص خلاص رسل لي في الواتس وريني المحل ده وين عليك الله يا عاصم امشي. لا لا بدفع ما مشكله لكن مثلا النظاره دي لانه والله كسرتها حاجه مزعجه والله كسرتها حاجه مزعجه خلاص. قال لي عليك الله ما تجيب اي نظاره. عليك شو الزول ده ليه ابو منو ابو مزنه ليه يا اخي يعني دي تلألؤ مزنه برقت لاخرى مش كده زي ما قال الشاعر الهزلي هناك على اي حال. شكرا لي.